عقلية القطيع أو عقلية المجموعة، هذه العقلية هذه بدأت منذ وجود الإنسان على الكرة الأرضية. التجمع هذا أو هذا القطيع اللي الإنسان دخل راسه فيه كان دائما بهدف حماية راسه وكذلك حماية المجموعة والعيش ضمن مجموعة من الناس اللي كتقدر تتبادل بعض الخبرات، كتتبادل بعض الخدمات باش تبقى عايشة مع بعضها وتحمي بعضها. يعني الفرد يحمي المجموعة والمجموعة كتحمي الفرد. كيفاش؟ خليكم معنا. في البداية دي الإنسان كانت الحياة صعيبة، والإنسان كان كيعيش في واحد مجموعة من التكتلات باش يحمي راسه من الطبيعة. وفاش كنقول يحمي راسه من الطبيعة كنقصد هنا يحمي راسه من المناخ، يحمي راسه من البرد، يحمي راسه من الشتاء، يحاول أنه يبني دار فين غيسكن هو وليداتو باش يحمي راسه من البرد من الحر، وكذلك يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة. فكانت التجمعات البشرية هذه كتشكل واحد النوع من القوة، واحد النوع من التناغم والتعايش. مثلا إنسان اللي عنده مع الفلاحة كيحاول يزرع داك الشيء اللي كياكله المجموعة دياله، إنسان آخر كيمشي كيصيد يجيب الصيد من برا، إنسان واحد آخر كيتكلف أنه يبني المساكن، إنسان واحد آخر كيتكلف على أنه مثلا يدرس الأطفال ويعلمهم مجموعة من التقنيات باش يبقوا على قيد الحياة. فكل واحد كان كيساهم بالدور دياله في هذه المجموعة هذه، وبالتالي كانوا كيحاولوا التكتلات يكونوا بها قبائل اللي كتكون معروفة بالقوة ديالها بالغنى ديالها، وهذا الغنى وهذا القوة هذا كله كيجيب أو اللي كيسحب هاد النتيجة ديالو من المجموعة ومدى تناغم المجموعة. وطبعا مع تطور الوقت وتطور الزمان الإنسان قدر على أنه يطور المستوى المعيشي ديالو ولأنه يطور المجموعة ديالو، فبانت واحد المجموعة من الأشياء الجديدة في الإدارة ديال المجموعة، في التقدم ديال المجموعة، في اقتصاد المجموعة، في إدارة المجموعة. فلهذا رغم تطور الحياة ديال الإنسان للأسف بقات واحد المجموعة ديال التصرفات من طرف أفراد المجموعة اللي دائما كيمشيو الاتجاه ديال السلطوية ديال التحكم في المجموعة بطريقة أو بأخرى، يا إما من جانب عن طريق الغذاء، يا إما عن طريق القوة، يا إما عن طريق نقدو نسميوها واخا ما كانش هي هذا المفهوم هذا قبل السياسة. فلهذا تم واحد التوجه نحو واحد المجموعة من الأشياء اللي ولات كتخدم ضد المجموعة في بعض الأحيان. فطريقة التحكم في هذه المجموعات كانت عن طريق دائما عن طريق القوة، يعني أن الإنسان كيكون قوي في الجسد دياله هو اللي كيتحكم في الضعيف، أو اللي كتكون بالمعرفة أنك لقوا أن الحكيم ديال المجموعة كيكون هو اللي كيسير وكيوجه الاتجاهات ديال المجموعة لأنه يعلم ما لا يعلمون، أو اللي العلم دياله كيكون دائما زائد عليهم، أو لا كيكون رجل دين ورجل معتقدات اللي كيكون كذلك حتى هو عاود كيوجه المجموعة. فكل واحد بالدور دياله كان كيقوم على توجيه المجموعة بواحد الطريقة ديال التراتبية. كنلقاو مثلا رئيس المجموعة، قائد مجموعة الصيد، قائد مجموعة الأشغال داخل المجموعة، وهذه التراتبية هذه هي اللي خلت على أن مجموعة من الناس دائما كيكونوا في القيادة للقوة ديالهم أو للمعرفة ديالهم أو لا بعض الأحيان فقط للدهاء والذكاء ديالهم. ولكن اللي وقع هو أن خلال تطور ديال الإنسان الأمور كلها تغيرات، الإنسان ولا حضاري ولا متمدن، تعلم حتى هو، قرأ حتى هو، اكتسب قوة حتى هو، فولا الإنسان إلا قدرنا نقوله ما بقاش محتاج للمجموعة، أو لا ولات عنده واحد الاستقلالية عن المجموعة، أو لا يقدر يعيش بطريقة أو بأخرى بعيد عن المجموعة، وكذلك غادي يبقى آمن، كذلك غادي يعيش حياة سعيدة، كذلك يكون الوضع المادي ديالو مزيان. علاش؟ لأن الأمور تغيرت. ولكن رغم تغير الأمور، رغم تمدن الإنسان، رغم تحضر الإنسان، رغم تعلم الإنسان، ولات طرق جديدة في التحكم اللي كتفرض على هاد الناس واللي غادي نهضروا عليها بتدقيق اليوم. فالهدف ديال التحكم دائما كان أنه يتحكموا في الإنسان، يدجنوه، يخليوه دائما تابع لهم فكريا، ماديا، اجتماعيا، اقتصاديا. هنا كاين فيكم اللي غيطرح السؤال ديال كيفاش هاد الناس اولا اتجهوا لانهم يديروا الفلوس، يعني يغتنيوا، يعني انهم يديروا شركات كبرى، يديروا رؤوس اموال كبرى باش يمكن لهم يتحكموا في الفرد مادام هاد الفرد عندهم كأجير. ثاني حاجه سيطروا على الاعلام. فاش كنقول الاعلام هو جميع وسائل التواصل كيف ما بغات تكون، سواء كانت راديو، جريده، تلفازه، مواقع التواصل الاجتماعي. علاش سيطروا عليها؟ لأن عارفين على أن الناس دائما عندهم ارتباط مباشر
مع الإعلام، يعني دائما الإنسان كيقلب على الإعلام باش ياخذ منه المعلومة الجديدة، فلهذا هما سيطروا على الإعلام. علاش؟ باش يدوزوا لك المعلومة اللي بغاو فوقاش ما بغاو وكيفاش ما بغاو. ثالث حاجة، سيطروا على التعليم، اللي كيف ما سبق وقلنا في بداية الحلقة على أن العلم أو المعرفة كانت دائما أداة سلطة داخل المجموعة، اللي فاش كان الإنسان عايش في قبائل قبل ما يوصل للتحضر. دابا فاش وصل للتحضر وهما قبطوا ومشوا للتعليم، ضربوا التعليم. علاش؟ لأن التعليم كل ما كان الإنسان متعلم فما كتقدرش تدوز له داكشي اللي بغيتي، أما إلا كان الإنسان دائما مستوى التعليم ديالو هابط كتقدر أنت تفرض عليه داكشي اللي بغيتي وتقول له داكشي اللي بغيتي ويكون على يقين على أنه غادي يتيقك. فهاد الناس هادو فين اتجهوا على أنهم يأتاكيو التعليم، ينزلوا مستوى التعليم. المعرفة ديال الإنسان تبقى محدودة في داكشي اللي بغاوهم يعلموا لك، زرعوا أفكار ديال المثلية، حاولوا يشتتوا الأسرة، حاولوا يقزموا الدور ديال الآباء باش يبقوا دائما يعطيوا حقوق الطفل، وهي في الحقيقة ماشي حقوق الطفل، وهي طرق من طرق تدمير الأطفال. رابع حاجة، اتجهوا الوحدة من أهم المدارس ديال المجتمع اللي هي المرأة أو الأم، فخدموا بشكل غريب جدا على تدمير المرأة، وذلك بإعطائها واحد الحقوق اللي كيبان لها أنها حقوق في صالحها، وهي ما عمرو كانت في صالح المرأة، بل كانت دائما الهدف ديالها هو تدمير الأسرة، تشتيت الأسرة وتشتيت المجتمع، باش المرأة دائما كتقول لك على أن الحرية هي المبتغى ديالي، وهذه الحرية هذه هي حرية ملغومة، حرية فيها بزاف ديال الحوايج اللي دمرات بشكل من الأشكال الموقع ديال المرأة والموقع ديال الرجل. وفي النهاية شكون اللي تدمر في الحقيقة؟ هما الأطفال اللي كيتشتتوا وكيمشيوا لواحد مراكز ديال حماية الطفولة، وهي في الحقيقة ما عمرها كانت حماية الطفولة، بل كانت تدمير الطفولة وتوجيه الطفولة نحو المخدرات، نحو الانتحار، نحو تشتيت الشخصية ديال الفرد. ففي النهاية كناخذ واحد الفرد اللي مدمر. علاش؟ لأنه ما عاش في واحد الأسرة سوية، ما عاش في واحد الأسرة متحدة، واحد الأسرة اللي كتخرج لنا الصالحين اللي يقدوا يزيدوا بالمجتمع ديالنا القدام. خمس حاجة اللي استطاعوا أنه بها يدمروا الشعوب، وهي مسألة فرق تسود. فرق تسود هذه زرعوها في جميع المجالات، في جميع الميادين، في جميع المجتمعات. فرق تسود بين أبيض وأسود وهندي وأحمر وما أعرف شنو، فرق تسود بين أمازيغي عربي، فرق تسود بين مسلم مسيحي يهودي، فرق تسود بين قبائل ديال إفريقيا التوتسي الهوتو و. علاش؟ لأن هما عارفين تماما على أن الشعوب فاش كتفرق أو الأفراد فاش كتفرق يسهل السيطرة عليها، بينما فاش كتكون مجموعة متحدة ما عندك ما تدير معها. بوحدك إلا شدوك في شي دورة كيخليو ضربوك، ولكن لك انت مع المجموعه ما يقدوش ياديوك. علاش؟ لان المجموعه قوه. وهنا بزاف ديال الناس منكم غيقول لك هو كيفاش غادي نخرجوا من هذه عقليه القاطع. ففي عقليه القاطع غنهضروا على جوج ديال الحوايج. كاين الناس اللي كتعامل بالوعي، يعني في التعاملات ديالها كلها اي حاجه كتوصلها كيخاطب الوعي ديالو، كيسول راسو، كيقرر القرارات ديالو، كيتبع داكشي اللي كيقول له راسو. وهذا انسان مستحيل تقدر تسيطر عليه، مستحيل يقدر يدخل لك في عقليه القاطع، ومستحيل اي واحد يجي يقول له هضره وغادي يتبع. علاش؟ لان انسان منطقي كياخذ الحاجه كيدورها بينه وبين راسه، كانت مزيانه كياخذها، كانت خايبه كيرميها. بينما الجانب الثاني اللي غنهضروا عليه وهو الناس اللي كتعامل باللاوعي، الناس اللي كتبع ديما شنو تقال وفلانه دارت حتى انا غادي ندير بحالها، واخويا راه وافق على الحاجه وحتى انا مادام راجلي وافق حتى انا غادي نوافق، مادام صاحبتي وافقت حتى انا غنوافق، مادام هاد الناس هادو كلهم متفقين واش انا غنخرج من المجموعه؟ دير راسك بين الريوس وعيط قطع الريوس. هذه هي المساله اللي كتخرج على الانسان وكتخليه دائما داخل القطيع، وما عمرو غادي يخرج من القطيع، ودائما كيتادى بسبب القطيع، بسبب لانه ماشي هو اللي قرر منه الراسو، ولكن بحال قدرنا نقولوا القطيع اللي قرر في بلاصتو. يعني هو خدا واحد القرار جاي بلا وعي، ما خدمش فيه دماغه، وفي التالي كيترجع مع الحال وكيقول لك ما كانش عليا نتبعهم. حيت تكون سولتي راسك وسقسيتي راسك وناقشتيها مع راسك وخدمتي المنطق ديالك، ما كنتيش غتبعهم وما كنتيش غتوصل لهذا المواصل هذا. والخطير في الامر من هذا الشيء كله هذا هو ان بعض المرات كتلقى ناس واعيه، ناس عارفه اش كدير، ولكن كتلقاها دارت الحاجه واخا ما مقتنعاش بها. علاش؟ فاش كتسولو كتقول علاش درتي الحاجه، كيقول لك واحد كل شيء دارها وما بغيتش انا نخرج من المجموعه، وتحرجت وحشمت وكنت كنقول مع راسي وربما انا اللي غلط. وهنا
كنلقاو بزاف ديال الناس كيلغيو الذات ديالهم باش يديروا الخطر للمجموعه، واللي كتادي بهم بعض الاحيان الى حوايج التي لا يحمد عقباها. وحاجات راحنا شفناها في في, في 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 الازمات الصحيه اللي دازوا، هو ان ناس قررت قرارات غير باش حقا باش نسافر حيت كلشي سافر، باش نمشي للريستورون حيت كلشي مشى للريستورون، باش مثلا نخدم خدمه باش ندير هادي. وهذيك القرارات كلها اللي خدا قرارات ما عندها حتى علاقه به هو ذاته، لان ما مقتنعش بها، ولكن دارها حيت المجموعه كلها دارها، كلشي دار الحاجه حتى انا غنتبعها. هذا لا يعني ان المجموعه كلها صحيحه وانت غلط، بعض المرات كتكون انت صحيح وكلشي غلط. كاين فيكم اللي غادي يقول لي ايوا كيفاش غنعرفوا مساله التحكم ديالهم، كيفاش كيتحكموا فينا؟ دائما المجموعه المتحكمه كتحاول تحكم بواحد المساله اللي كتسمى البروباغندا. تكونوا سمعتوا على هذا المفهوم. هذا البروباغندا شنو هي؟ البروباغندا هو انهم كياخذوا شي معلومه اولا كياخذوا شي فكره اولا كياخذوا شي قرار كيزرعوه في وسط الناس، كيبقاو يعاودوه حتى كتولي الناس متيقاهم. وهنا دار واحد المساله ديال هذه البروباغندا، كيبقاو يعاودوها حتى كتيقها الناس، يعني اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقونك. فهذه المساله هذه دارت بزاف ديال الحوايج. مثلا اخر حاجه غنشوفوها هي ديال التغذيه. مثلا فاش قال لك حقا نجيبوا الحشرات غندخلوها في التغذيه، واخا علاش ما دخلتش في التغذيه قبل؟ علاش بالضبط حتى لهذه الفتره هذه؟ علاش هاد المسائل هذه ما كانتش قبل؟ ما عمرو كانت يعني هاد الشيء، عاد اكتشفنا هاد المساله هذه. فلهذا الانسان خصو دائما يرد البال من اي حاجه جديده دخلت كيهضروا عليها، خصنا نردوا منها البال. اخر حاجه عاود هضروا عليها هي هاد المسائل الزوار الجدد من كواكب اخرى، حتى هذه خص الانسان يتساءل عليها شنو الهدف موراها. علاش ما هضروش عليها؟ لان ديجا هاد الزوار هادو ماشي اول مره كيجيو للارض، جاوا للارض واكتشفوهم، ولكن ما عمرو هضروا عليهم. علاش هضروا عليهم بالضبط في الفتره هذه؟ شنو الهدف؟ علاش المصائب ولات كتجي وحده مور اخرى وحده مور اخرى متسارعين؟ يعني شنو الهدف ديالهم في توجيه هذا القطع هذا اللي متبعهم واللي كيتيقهم واللي اي حاجه قالها هي الا قدرنا نقولوا الكتاب المقدس. والمثال الثاني هو الاحتباس الحراري. كلشي كيهضر على الاحتباس الحراري، ما عرفتش علاش ما كيهضروش باللي ان الكره الارضيه دارت التوازن ديالها منذ ملايين السنين. الكره الارضيه تحرقات شحال من مره، الكره الارضيه وقعت فيها براكين وزلازل اللي قلبت كلشي، كانت فيها مخلوقات كلها اختفت ورجعت مخلوقات اخرى. فكيجيو حتى لدابا عاد كيقول لك الانسان هو سبب الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري ما عنده حتى معنى، لان اصلا الارض الله سبحانه وتعالى خلقها باش كدير توازن راسها، يعني هي كتقدر تدمر كل شيء اللي موجود عليها وتولي حياه جديده اخرى فيها، والتطور راه غادي والتغير غادي، وغادي تمشي كائنات وغتجي كائنات اخرى. فهذا تطور مع صيروره الزمن، ما مربوط لا بالاحتباس الحراري حتى بشي حاجه. اولا المثال الاخر ديال المثليه الجنسيه اللي حاولوا انهم يفرضوها على الناس بطريقه غير بشويه، جاوا طلقوها قبل كانت محرمه من جميع الاديان، شويه بدا الباب كيهضر عليها، شويه بدات كيهضر عليها في المدارس، شويه دخلوها لكم بالوان قوس قزح، شويه بداو كيدخلوها في الافلام البرامج، ولاو كيردوها عاديه حتى كيوليو الناس انهم يتقبلوا على ان ابنائهم يكونوا مثليين جنسيا، بينما كان هذا ان طابو حتى واحد ما كيقدر يهضر عليه، حتى واحد ما كيقدر يوصلوا. علاش؟ لان كانت محرمه ومازال محرمه من طرف بزاف ديال الاديان، ومازال غير مقبوله من طرف العديد من الناس. فالقطع دائما كيتبع داكشي اللي تفرض عليه وداكشي اللي تقال له وكيتقبلوا بكل سهوله. وهذا التلاعب بالعقول هذا راه ماشي سهل، وماشي واحد الشخص اللي كيدير ولا جوج ولا ثلاثة، ولكن هو مجموعة من الأشخاص اللي كيجندوا معاهم. لأن كيف ما قلنا قبل على أنهم ناس عندهم أموال باهظة، ناس اللي كتسيطر على شركات كبيرة، ناس اللي كتلعب في الملايين، فولات كتوظف علماء، كتوظف أطباء، كتوظف مدرسين، كتوظف باحثين، باش هما اللي يزرعوا هذه المنظومة هذه، وأنهم يدمروا أو لا يدمروا العقول أو لا يحاولوا يسيطروا على هذه العقول ويوجهوها فين ما بغاو. يعني مثلا خدينا المثلية الجنسية، فعندك مجموعة من الأساتذة اللي كيدوزوها في البرامج وكيشرحوها وتقبلوها وحتى واحد ما هضر. هادو حتى هما ناس داخلين في المنظومة. أو اللي لخدين المثال ديال الأطباء اللي مؤخرا في الجائحة هضروا عليهم، قالك حتى هما مخلصين من طرف البيك فارما، وحتى هما قبلوا مجموعة من الحوايج اللي ما كايناش في العلوم، او لا حاجه عاديه اللي ردوها لنا حاجه قاتله، حاجه كتادي بالانسان انه يموت الى اخره. فهاد الناس هادو كلهم ناس مخلصين، ناس مدعومين، وناس كيساهموا
لأن عقلية القطع تبقى مجموعة وداك الشيء اللي تقال المجموعة غديرو. وفي النهاية أنا متأكد أن أغلبية الناس ديالكم غيسولوني شكون هما هاد الناس اللي كيتحكموا فينا، شكون هما هاد الناس اللي بغاو الآخر. أنا نجيكم من الآخر ونقولها لكم بالوضوح، هو هادو أولياء الشيطان في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قال لك بلي الشيطان قال الله تعالى ولا أغوينهم، يعني قال له دارني إلى يوم يبعثون، خليني غي إلى يوم البعث البشرية هذه كلها غادي نعوجها. وكيفاش غادي يعوجها؟ هو أن جند معه ناس من العائلات الغنية، جند معه ناس من العائلات اللي في الفكر في العلوم. هاد الناس هذه هي المالكة ديال شركة الأدوية، هاد الناس هي المالكة ديال الأبناك، المالكة ديال الجامعات، المالكة المدارس الخاصة، هي اللي كتسير المسار العام وهي اللي كتحكم في الرزق ديال البشرية. والهدف ديال هاد الناس هادو هو أنكم تكونوا عبيد عندهم، تاكلوا تشربوا تبقوا لاصقين في تليفوناتكم، تخدموا الخدمة يعطيكم داك السالير، يتحكموك فيكم كيف ما بغاو. في نظركم انتوما أنكم وصلتوا لواحد المستوى معيشي مزيان وعلى أنكم أحرار، ولكن في الحقيقة وفي الواقع أنتم فقط عبيد بدون سلاسل. فمرحبا بكم في عبودية القرن 21. تحياتي.